توم يوسف. جبتة في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب 1500 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 3,802,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة واللي بتضم فريق النيل في صدارة المجموعة بثلاث نقاط و155 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق فايترز بثلاث نقاط و130 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق سفراء مفيش نقاط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق ثلاث سبعات مفيش نقاط و75 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو في مهمة انتحارية، نلعب كلها فريق ثلاث سبعات. مبسوطة إن أنا بشارك في برنامج العباقرة، ومبسوطة أكتر إني بساهم في دعم الأبطال الرياضيين من خلال كل إجابة صحيحة بنجاوبها عن طريق البنك الأهلي المصري. فريق اختارني النهاردة في فقرة تحت الضغط، حاولت أجمع معلومات ليها من مختلف المجالات واستعد ليها كويس، والحمد لله قدرت أعمل ده، وبإذن الله أقدر أجمع أكبر قدر من النقاط لفريق النهاردة. من أسباب عدم توفيقنا الماتش اللي فات كان التوتر، وده أثر علينا بشكل كبير لأننا ما كناش واخدين على أجواء الاستوديو، بس النهاردة إن شاء الله جايين بأعصاب أهدى ونخطف أول ثلاث نقط. أنا شاركت الماتش اللي فات كبديل، إن شاء الله الماتش ده نازل أساسي، فريق معتمد عليا أكتر في فقرة العلم، وإن شاء الله أكون إضافة لفريق النهاردة بإذن الله. ثلاث سبعات الحمد لله على السلامة. ثلاث سبعات في مشكلة كبيرة. صح؟ صح. ميرونا، إزيك يا ميرونا؟ الحمد لله. استدعوكي. آه. إيه اللي حصل؟ من يومين كده دخلوني على الجروب بتاعهم. فجأة لقيتي نفسك على الجروب. بالظبط. وفجأة هتلعبي. وفجأة ذاكري أدب كله بقى اللي في العالم بقى شوفي. يعني أختك أصلاً علوم، يعني لما تقول لها ركزي في العلوم مفهوم، ولكن في الأدب يا مفتري. أنا خليتها علوم وأدب يعني. الاتنين علوم وأدب. ازيك يا ميرونا؟ إحساسك إيه بقى وأنت بتشارك مع العباقرة؟ مبسوطة الحقيقة وسعيدة إن أنا بشارك في برنامج كبير زي ده. استمتعي بقى بالتجربة. سيبوهم هم بقى يقاسوا شوية لأن هم عندهم مشكلة. ولا ايه اندرو؟ مظبوط. الماتش اللي فات طار. دي حقيقة. الماتش ده مفيش هزار. خير ان شاء الله. لو ما كسبتوش الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده اعتقد ان موقفكم هيبقى صعب جدا في المباراة الأخيرة. في حاجة مختلفة يا شادية؟ أكيد. إيه بقى؟ التوتر كان عندنا المرة اللي فاتت عالي جدا، لدرجة احنا من الأجواء وأجواء الاستديو أول مرة نتحط في الموقف اللي احنا كنا فيه. لا أنا داخلة مش حاسه ان انا مش مجمعه حاجه، يعني حاسه ان انا عارفاه لدرجه جدول الضرب ممكن اللي احنا كنا نسيناه واحنا واقفين في المكان من الاجواء اللي احنا فيه. فاهدى النهارده، فان شاء الله نعمل حاجه كويسه وناخد ثلاث نقاط النهارده باذن الله. كويس جدا، حلو الاتيتيود ده. شرف، احساسك ايه بقى؟ والله هو زي ما قالت شاديه، هو المره اللي فاتت التوتر كان اخذ جزء، يعني كان ليه نصيب كبير من النقاط اللي ضاعت مننا. يعني كون ان انا حتى لما طلعت قابلت صبح المره اللي فاتت كانت الاجابه على طرف لساني من اول ما ال 15 ثانيه بداوا يعدوا، بس للاسف يعني ما كنتش عارف اقولها. تردد جدا. خلاص اكتسبتوا خبره، نركز النهارده ونعمل احسن ما عندنا علشان يبقى في فرصه للتاهل باذن الله. ان شاء الله ثلاث سبعات في مهمه انتحاريه. ان شاء الله خير. تحيه كلها فريق ثلاث سبعات.
أما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو محاربون من عروس البحر الأبيض المتوسط، نلعب كلها فريق فايترز. طبعا مشاركتي المره اللي فاتت في برنامج العبقره الحلقه اللي فاتت اعطتني يعني خبره بالبرنامج، انا كان دي بالنسبه لي اول مره، وده طبعا اكيد هيساعدنا على اداء افضل في مباراه النهارده باذن الله. بعد الماتش اللي فات قعدنا مع بعض وحددنا نقاط القوه ونقاط الضعف، ففوجئنا ان احنا عندنا نقاط ضعف وخصوصا في الادب والتاريخ، فقررنا ان احنا نشتغل عليها بحيث يكون ادائنا النهارده ان شاء الله مغير تماما وخصوصا في الادب وفي التاريخ. احنا الماتش اللي فات قدرنا ان احنا نكسب وناخد الثلاث نقط، وده ادانا حافز ان احنا نستعد اكتر للماتش ده، كلنا امل ان احنا ناخد الثلاث نقط النهارده عشان نبقى ضمننا الصعود لدور الثمانيه. الماتش اللي فات الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اجيب 90 نقطه واكون البيست بلاير في الماتش، وان شاء الله باذن الله هحاول الماتش ده اكون على قدر المسؤوليه بحيث ان احنا نساعد في دعم الابطال الرياضيين من خلال البنك الاهلي المصري. فايتر الحمد لله على السلامة. ألف مبروك الثلاث نقاط. الماتش اللي فات ما كانش سهل. لا الحمد لله. الماتش ده كمان مش هيبقى سهل. لأن ثلاث سبعات يا يكسبوا يا يودعوا البطولة بنسبة كبيرة جدا. في أي حاجة مختلفة يا شيرين؟ أكيد يعني رهبة الاستوديو ورهبة البرنامج أكيد يعني قلت بنسبة كبيرة عن المرة اللي فاتت، فإن شاء الله يكون بتفرق. مع اكتساب الوقت في اكتساب خبرة بتفرق. أكيد. عبد العزيز. ازيك عبد العزيز؟ الحمد لله تمام يا مستر. المباراه النهارده فايترز وثلاث سبعات، تحس ان فيها سيف مباراه انتحاريه وبندقية فعلا. كان كله متوقع كده من الاول من اسم الفرقتين، فرقه ثلاث سبعات فرقه محترمه. انا حاسس ان احنا داخلين خناقه مش مباراه. يعني ثلاث سبعات 10 نقط المحاربون كده يعني. ان شاء الله خير باذن الله. جميل. موجة رسالتك ايه لفريق ثلاث سبعات؟ ان شاء الله يعني يشدوا حيلهم، بس مش ان شاء الله نكسب برضو يعني، دي حاجه ودي حاجه. شدوا حيلكم بس مش قوي يعني. نص نص يعني. لا هي عائله نيازي معروفه برضو يعني. فدي حاجه تشرفنا اللي انا كنت معاها النهارده مع دكتور مهجة نيازي. ربنا يخليك. تسلم. اسلام جابر. ازي حضرتك عامل ايه؟ افضل لاعب الماتش اللي فات جبت كام نقطه؟ 90. 90 نقطه نحيي كلنا. ثلاث سبعات عينيكوا على اسلام جابر، يعني لو تعرفوا تقبضوا عليه هترتاحوا. اسلام ازي حضرتك؟ ثلاث نقاط هيسهلوا المهمه بنسبه كبيره جدا للتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله باذن الله. تعديت بشكل مختلف. الحمد لله. فريق فايترز بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كل فريق فايترز. العباقرة أصحاب في الموسم الثالث ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي المدينة اللبنانية الملقبة بمدينة الشمس؟ محمد شرف إجابتك. للأسف الشديد الاسم طار من محمد شرف. إجابة خاطئة. في إجابة؟ بعلبك. بترجع كلمة بعل لإله الشمس في الحضارة الفينيقية، وبك معناها مدينة. طبعا يا شيرين بعلبك إجابة صحيحة. مدينة عريقة ظهرت فيها الحضارة من آلاف السنين. دلوقتي شيرين من حقك تختاري مين اللي بتبتدي الأول. ثلاث سبعات يبتدي الأول. ثلاث سبعات هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. ميرونا اوعي تقولي لي الذكر في الأدب، تبقى كارثه بقى. كانوا يعملوا كده فعلا. كانوا يعملوا كده فعلا. ده اخوكي ده مفتري. ايوه صح. ده مفتري. طب الجوكر امتى؟ لسه شويه. حسب حسب سيد المباراه كده يعني. جغرافيا. والسؤال هو: البرت هي اعلى قمه باحدى السلاسل الجبليه، فما هي؟ ارتفاع القمه 4400 متر،
السلسلة دي مشهورة بطرق المشي لمسافات طويلة، مناظر طبيعية بديعة. ثانية، ده سؤال سهل مش صعب، عشان تقعدوا 20 ثانية تتناقشوا فيه. إجابتك كلمنجارو. إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله. في الأنديز إن شاء الله. الأنديز. إسلام جابر في الأنديز بعشر نقط. إجابة مين؟ إجابتي. إجابتك؟ إجابة خاطئة. ألبرت أعلى نقطة في كولورادو في أمريكا. أربع اختيارات: الأبلاش، كاسكيد، بلاك هيلز، روكي. الأبلاش. محمد شرف خدت الريسك، وللأسف الشديد ناقص خمس نقط. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الروكي، جبال روكي. ثلاث سبعات هتبتدوا بناقص خمسة. فايترز، سؤال في الجغرافيا. إمتى جوكر؟ في الجغرافيا. في الجغرافيا؟ جغرافيا. والسؤال هو: تقع محمية غابات دبين بإحدى الدول العربية، فما هي؟ دولة شامية. المحمية دي تأسست في 2004 على مساحة 8.5 كيلومتر مربع، أكتر من 500 نوع نبات، فيها أشجار الصنوبر الحلبي الأضخم والأقدم في المنطقة. أنا قلت لك معلومة ممكن تلخبطك. آه طبعا. لبنان. مش في لبنان. إجابة خاطئة. عايز أقول لكم حاجة من الخبرة، عمرنا ما هنسأل في سؤال السرعة على لبنان ونسأل في سؤال الجغرافيا عن لبنان. مستحيل نعملها، مستحيل. أندرو، إجابتك سوريا. أندرو طبعاً هردك. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10: الأردن، العراق، اليمن، فلسطين. الآن يا مهجة، إجابتك الأردن. ليه بتاخدي الريسك؟ إحنا في بداية المباراة يا مهجة، يعني نبتدي بناقص خمسة وناقص 10؟ يا مهجة، إجابة صحيحة. الخبرة بتفرق. 20 فايترز، 3 سبعات ناقص 5. سؤال في التاريخ لفريق 3 سبعات. إيه رأيكم؟ هتاخدوا جوكر؟ نستنى شوية. تاريخ، والسؤال هو: ما هي المعاهدة التي نصت على انضمام شبه الجزيرة الكورية لليابان عام 1905؟ المفاوضات انتهت في 17 نوفمبر. حرمت كوريا من سيادتها الدبلوماسية وبقت تحت حماية الإمبراطورية اليابانية. ثانيتين، قعدنا نفكر 20 ثانية وما عندناش إجابة. فريق فايترز، فرصة 10 نقط. مفيش إجابة؟ غريبة جدا. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: معاهدة فرساي، معاهدة سفر، معاهدة مانيلا، معاهدة أونسا. فيهم اختيار منطقي. أولسا. منطقي، إجابة صحيحة. برافو عليك يا إسلام، بتفكر. النتيجة 30 فايترز، 3 سبعات ناقص 5، وأنا الآن يا 3 سبعات. سؤال في التاريخ لفريق فايترز. تاريخ، والسؤال: من هو آخر خلفاء الدولة العثمانية
عام 1924، آخر خليفة وولي عهد الدولة العثمانية في تركيا. عبد الحميد الثاني. شيرين عبد الحميد الثاني اتخلع 1909 وتوفى 1918. أنا بقول 1924، إجابة خاطئة. يا رب 10 نقط، يا 3 سبعات. إجابتك عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني خليفة عثماني. شادية إجابة مرعبة. يعني دي مرعبة. لا نركز شوية، 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. عبد العزيز الأول، مراد الخامس، محمد السادس، عبد المجيد الثاني. طبعا عبد المجيد الثاني. يعني انتوا قلتوا عبد الحميد الثاني. حب عبد المجيد الثاني. انتوا اتلخبطتوا ما بين عبد الحميد وعبد المجيد. دلوقتي عندنا سؤالين في الادب، واول سؤال لثلاث سبعات. هيدبسوكي في الجوكر يامرونا ولا لا؟ ايه رايكم؟ أدب والسؤال هو: أديب مغربي مؤلف رواية بعيداً من الضوضاء قريباً من السكات، فمن هو؟ اتنشرت 2014، بتستعرض تاريخ المغرب على امتداد 50 سنة منذ الاستقلال من خلال 4 شخصيات من أجيال مختلفة. أندرو أبو القاسم الشابي. أولاً أبو القاسم الشابي ده شاعر تونسي. لا لا لا، وبتاخد جوكر أدب وإنت واثق من نفسك يعني. أندرو إجابة خاطئة. فايترز. تخمينة. ما عندكش حاجة تخسرها، مش حاضر ألومك، أهم حاجة يبقى مغربي بس. محمد المعزوز. محمد المعزوز أديب مغربي، ولكن للأسف الشديد إجابة خاطئة، ولكن كويس حاولت محاولة صائبة يعني كويس. 4 اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. محمد برادة، من سالم حميش، محمد شكري، عبد الكريم الجويتي. محمد شرف. ليه يا محمد؟ بن سالم حميش. جبت الشجاعة دي منين؟ والله بجد. محمد شرف بن سالم حميش، للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الأديب المغربي الكبير محمد برادة. للأسف الشديد 3 سبعات ناقص 15. فايترز 30. سؤال في الأدب لفايترز. أدب والسؤال: من هي الكاتبة والشاعرة المصرية مؤلفة رواية أقفاص فارغة؟ اتنشرت 2021، دي روايتها الأولى، سيرة ذاتية بتحكي عن طفولتها وحياتها وعيلتها، حصلت على جائزة نجيب محفوظ 2022. هو نفسه مش موافق من قبل. لا ما يجاوب. لا يعني هو معترض جدا، معترض على اجابته. ميرال الطحاوي. ميرال الطحاوي مش شاعره. اجابه خاطئه، وطبعا مش ممكن تبقى روايتها الاولى يعني. يعني في حاجات بالكومن سنس. نور عبد المجيد. نور عبد المجيد روايتها الاولى 2021. بذمتك نور عبد المجيد بتكتب بقالها سنين وسنين، ما شاء الله عليها يعني. ميرونا طبعا اجابه خاطئه. اجابه خاطئه. 4 اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. ايمان مرسال، منصور عز الدين، فاطمه انديل، منى الشين. يا سلام، هي مهمة انتحارية بس مش للدرجات. ما هي فعلا مهمة انتحارية خلاص. إجابتك
منى الشيمي. أول اتنين مفروض تستبعديهم منصور عز الدين ومنى الشيمي. ليش فاطمة أنديل؟ عشان كنت أقول هي ما بين إيمان مرسال فاطمة أنديل وفاطمة أنديل. أنا كنت أقول فاطمة. إجابة خاطئة. فاطمة أنديل طبعا هي فاطمة أنديل. ثلاث سبعات في موقف صعب جدا، ناقص 20 سؤالين في العلوم، وفريق فايترز معاكو 30 نقطة. علوم، والسؤال هو أحد عناصر المجموعة الأولى بالجدول الدوري تم اكتشافه عبر التحليل الطيفي للمياه المعدنية عام 1860، فما هو؟ تم اكتشافه من اثنين علماء ألمان، روبرت بنسون وجوستاف كيرشوف. ثلاث ثواني. عدده الذري 55. ساعدتك على قد ما اقدر. انا كنت اقول هيليوم. هيليوم وقلت لك عدده الذري 55؟ ما ينفعش. اجابه خاطئه. 55؟ لا. زنك. زنك. طبعا انت عارف انها غلط. صح، برافو عليك. اجابه خاطئه. لا بيعجبني في عبد العزيز ان هو متقبل الاجابه الخاطئه من قلبه يعني. اربع اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. الروبيديوم، السيزيوم، الصوديوم، البوتاسيوم. والنبي يا اسلام خد الريسك وجاوب غلط علشان ما يبقوش ثلاث سبعات لوحده. هو بوتاسيوم وصوديوم طبعا مستحيل. البوتاسيوم والصوديوم مستحيل. والصوديوم مستحيل 19 و11. برافو عليك. تمام، فاحنا عندنا اتنين، روبيديوم وسيزيوم. روبيديوم وسيزيوم 50-50. ايوه، اول سؤال جبته الاردن كانت رقم واحد، التاني هيبقى سيزيوم رقم اتنين. الاختيارات منطق غريب جدا. انا بسقف لك مش عشان الاجابه صح، انا بسقف لك علشان المنطق مش عشان صح. اسلام جابر ناقص 5 او زائد 10. اجابه صحيحه. بس عايز اقول لك ما تعتمدش على كده كتير. صح. النتيجه 40 فايترز ناقص 20 ثلاث سبعات. فايترز عندكم دلوقتي السؤال الاخير في الفقره علوم، والسؤال هو في اي من دول امريكا الجنوبيه يقع مرصد لاسيلا؟ يحتوي على 6 تلسكوبات بصريه. أول مرصد عالمي يحصل على شهادة المنظمة الدولية ISO لنظام إدارة الجودة على ارتفاع 2400 متر. برازيل؟ البرازيل. ولا البرازيل ولا الأرجنتين، الاتنين بر. موجة، إجابة خاطئة. طلعتلكوا كمان الأرجنتين بر. في إجابة؟ أندرو. تشيلي. تشيلي. شادية كان عندك إجابة، وشرف كان عندك إجابة، ما جاوبتوش ليه؟ أندرو، تشيلي، شمال سانتياغو. إجابة صحيحة. ستر ربنا إن هم ما داسوش على البزر. الحمد لله يا رب. ثلاث سبعات ناقص 10. فايترز بشوية خبرة معاكو 40 نقطة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 30 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 45,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. عباقرة الأصحاب الموسم الثالث، ومباراة مهمة في المجموعة
التالتة، وهفكركم بالنتيجة. فايترز متقدمين معاهم 40 نقطة، 3 سبعات فيه مشكلة وللأسف الشديد ناقص 10. 3 سبعات عندنا تغييرين، مصطفى الفجال نزل مكان أندرو رأفت، ومصطفى عبد اللطيف نزل مكان محمد شرف. مصطفى عبد اللطيف قاعد بتفرك على الكرسي طول المباراة. ايه رأيك في اللي بيحصل؟ انا مش عارف، انا حظي كده ولا ايه؟ كل ما انزل في موقف صعب. الماتش اللي فات كان كده، والماتش كان كده، والماتش ده كده، بس ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله. لا وبعدين بتاخدوا الريسك على طول. قاعد من بره اقول لهم بلاش ريسك. محمد شرف بيحب الريسك. كفايه ريسك. مصطفى الفجال ازيك؟ الحمد لله ان شاء الله خير. محتاجين تركزوا شويه جدا، لسه المباراه في اول. وفريق فايترز عندنا تغييرين، بسمه يسري نزلت مكان شيرين كمال، وطه الغرباوي نزل مكان عبد العزيز صبري. بسمه، ازيك يا بسمه؟ ايه حضرتك؟ شعورك ايه بقى؟ لا مبسوطه اكيد يعني. احكي لي بقى على الاستثمار الزراعي. انا مهندسه زراعيه، بعمل دكتوراه في كيمياء المبيدات. هو تخصص ممكن مش ناس كتير يعني ممكن تبقى عارفاه يعني. انا في كليه زراعه الشاطبي، الكلية دي كان فيها أول قسم كيمياء مبيدات على مستوى مصر كلها، حتى كل الأساتذة في المجال ده في مصر أو في الوطن العربي في أماكن كتير من العالم متخرجين من القسم ده. هو قسم عريق جدا. ففكرته ببساطة إزاي إن إحنا نجهز مركب كيماوي ونبقى عارفين مسار المركب الكيماوي ده جوه النبات أو جوه الكائن اللي هو هيشتغل عليه، وإزاي ممكن إن إحنا نقضي عليه ببساطة. يعني زي بالظبط الصيدلي ما بيبتدي ان هو يجهز دواء او يدور على دواء المرض، فاحنا بنعمل نفس الحاجه بس بالنسبه للنبات او الافات او الافات الزراعيه يعني بشكل عام. ربنا يوفقك. ميرسي، ربنا يخليك. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه اربع اسئله: معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اثنين ميرونا وبسمه. بسمة وميرونا، وسؤال في المعلومات العامة، وسؤال الحقيقة لطيف جدا وسهل. معلومات عامة، والسؤال هو: الجراند ريكس هي أكبر صالة عرض سينمائي في أوروبا من حيث عدد المقاعد، ففي أي عاصمة تقع؟ عاصمة لندن. لندن للأسف الشديد إجابة خاطئة. تم افتتاحها 1932، أكتر من 10,000 متفرج، فيها أكبر شاشة عرض سينمائي في أوروبا. باريس. باريس يا محظوظة، إجابة صحيحة. هي لو مش لندن تبقى باريس. فايترز 50 ناقص 10، 3 سبعات. مصطفى ومهجة، مهجة ومصطفى، لحظك السؤال مش في الكورة. تعرف يا مصطفى حظك حلو، لو كان السؤال في كرة القدم كانت خطفت منك العشر نقط. كويس. رياضة، والسؤال هو: ما هو الفريق الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي NBA موسم 2020-2021؟ خسر أول ماتشين ضد فينيكس سانز، وبعد كده كسب أربع ماتشات بيست أوف 7. لوس أنجلوس ليكرز. لا مش الليكرز، ولا شيكاغو بولز، ولا بوستن سيلتكس. يا مصطفى إجابة خاطئة. طلعت لك شوية بره. كل اللي كنت هقوله طلع بره. أيوة بالظبط كده، طلعت لك كل اللي ممكن تخمينيه بره. مفيش إجابة. لا. الإجابة الصحيحة ملواكي باكس. السؤال اللي جاي في التكنولوجيا، مصطفى وطه، طه ومصطفى. تكنولوجيا، والسؤال هو: من هو المصري مؤسس تطبيق The American English لتعلم اللغة الإنجليزية؟ 3 مليون متعلم في الوطن العربي،
من أفضل التطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية للعرب. تطبيق مجاني. محمد جمال شادية، انت عارفة؟ والله عارفة، مش ممكن، حظك وحش قوي بصراحة. محمد جمال، إجابة خاطئة. ما تعرفش؟ للأسف ما أعرفش. عارفة يا شادية؟ إبراهيم عامر. مش ممكن، هو فعلا إبراهيم عادل. وعايزين نحييه على العمل العظيم اللي هو بيقدمه. برافو برافو. دي أمريكان إنجلش، تطبيق مهم جدا وبيساعد ناس كتيرة في إن هي تتعلم وتنطق اللغة الإنجليزية بشكل سليم. النتيجة زي ما هي، قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 280 في 6 ناقص 5 في 32 يساوي كام؟ 280 في 6 ناقص 5 في 32 إجابتك 1520. إجابة صحيحة، برافو عليك يا شادية. جوارزك يا شادية. إسلام كان أسرع وخطف العشر نقط، 60 فايترز ناقص 10 ثلاث سبعات. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. أول سؤال سينما ومسرح، والسؤال هو، من هو مخرج فيلم الملاك الصغير؟ تأليف حسين حلم المهندس، بطولة يحيى شاهين، زبيدة ثروت، حسين رياض، كريمة، والفنان القدير يوسف وهبي. محمود الفقار. محمود ذو الفقار، إجابة خاطئة. هو اللي أخرج ميرامار واللص والكلاب وسيدة القصر. قلتلكوا أهم أفلامه. حسين عبد الوهاب. مصطفى، للأسف الشديد إجابة خاطئة. جمال الشيخ. طبعا هو فعلا زي ما أنتوا قلتوا، وما ينفعش تقولوا الإجابة بصوت عالي، هما لو سمعوا هياخدوها الإجابة، وهي فعلا كمال الشيخ. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو، والتقينا هي أغنية لفنانة مغربية، فمن هي؟ فنانة مغربية ومش سميرة سعيد. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، وألحان الموسيقار القدير رياض السنباطي. رجاء بالمليح. إجابة خاطئة. مين بقى؟ مستنياك، مش عارفين مين بيغني مستنياك؟ ده نانسي عجرم غنتها لها بعد كده. أنا عارف إن نانسي عجرم غنتها لها، بس أنا مش عارف هي مين. عزيزة جلال. كل الجمهور عارف إلا أنتوا الأربعة. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو، تقع منطقة كابادوكيا التاريخية بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ ميرونا. فلسطين. فلسطين يا ميرونا، إجابة خاطئة. فيها أواني وأدوات من الفخار بترجع للعصر الحجري، وكنائس صخرية، ومجمعات أنفاق تحت الأرض من العصور البيزنطية والإسلامية. إسلام جابر، إجابتك. تركيا. يا محظوظ، إجابة صحيحة. مساحات شاسعة من الصخور البركانية الناعمة اللي تشكلت عن طريق التعرية. 70 فايترز ناقص 10 ثلاث سبعات. ثلاث سبعات. السؤال اللي جاي سهل، اخطف العشر نقط، نحاول نحسن السكور
بداية من الفقرة اللي جاية. سرعة البديهة، والسؤال هو من هو الرسام العالمي في الصورة؟ مصطفى إجابتك؟ فان جوخ. الحمد لله على السلامة، 3 7 إجابة صحيحة. 3 7 هنبتدي الحلقة بداية من الفقرة اللي جاية. طبعا النتيجة بعيدة، ولكن لو عملت كويس في فقرة تحت الضغط وفقرة ضربات الجزاء هيبقى في أمل إن شاء الله. 3 7 مفيش نقاط، فايترز 70. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 105,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضية. الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فايتر 70، 3 7 مفيش نقط، وتغييرين في 3 7. أندرو رأفت رجع مكان مصطفى الفجال، ومحمد شرف رجع مكان مصطفى عبد اللطيف. وفايترز عندهم تغيير واحد، عبد العزيز صبري رجع مكان طه الغرباوي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أندرو بسمة، بسمة وأندرو. بسمة هتروح تسمع أغنية وترجعي لنا تاني. أوكي. تعالى أندرو مكاني. أندرو الأسئلة مش صعبة، الأسئلة سهلة، ولكن عايزة منك شوية تركيز. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. عايزين نطمن على بسمة. بسمة تمام؟ تمام. تمام. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع بحيرة سيف الملوك؟ أفريقيا. غلط. فنان راح القمة بدور كمال في مسرحية العيال كبرت، فمن هو؟ سعيد صالح. غلط. الوتد هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ نجيب محفوظ. غلط. تم إنشاء ديوان الجن في عهد أحد الخلفاء الراشدين، فمن هو؟ باص. في أي دولة عربية تقع محمية قبة الحسنة؟ تركيا. غلط. كم عدد ألوان علم دولة كوريا الشمالية؟ 3. صح. محاصل ضرب 50 في 6. 3000. غلط. فوق الشوك هي أغنية الفنان مصري راحل، فمن هو؟ عبد الحليم حافظ. صح. ما العملة الرسمية لدولة كولومبيا؟ دولار. غلط. ما الرياضة الوحيدة التي لعبها؟ بينج. غلط. غلط. لعلمك بقى في أسئلة بقى يعني عايز أتخلي معاك. بقول لك دولة عربية تقول لي تركيا. يا أندرو تعالى مكان. هارد لك، ولكن طبعا السكور مأثر عليكم جدا. عايز ياسمين بس ما تنضم لينا. السكور مأثر عليكم ومخليك مش عارف تجاوب. كان في أسئلة سهلة ممكن تجاوبها فعلا. بسمة تعالي مكاني من فضلك. بسمة عايز تعرفي أندرو عمل إيه ولا لا؟ أكيد. جاوب سؤالين بس صح. الأسئلة مش صعبة، ولكن طبعا السكور مخلي أندرو متوتر. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع بحيرة سيف الملوك؟ بوس. فنان راح القمة بدور كمال في مسرحية العيال كبرت، فمن هو؟ أحمد زكي. صح. الوتد هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ جمال غطاني. غلط. تم إنشاء ديوان الجن في عهد أحد الخلفاء الراشدين، فمن هو؟ هارون الرشيد. غلط. في أي دولة عربية تقع محمية قبة الحسنة؟ باص. كم عدد ألوان علم دولة كوريا الشمالية؟ باص. ما هو حاصل ضرب 50 في 6؟ 300. صح. فوق الشوك هي أغنية الفنان مصري راحل، فمن هو؟ عبد الحليم. للأسف الشديد عبد الحليم إجابة صح، ولكن بعد ما الوقت كان خلص. هارد لك. تعالي مكان يا بسمة. اوكي.
إجابتين صح، بس واضح إن فريق فايترز ظلموكي. كان لازم يشرحولك تحت الضغط بتمشي إزاي، لأنك كنت بتستني أوقات كتيرة جداً علشان تجاوبي. الأسئلة اللي ما تجاوبتش سهلة وكتير. في أي قارة تقع بحيرة سيف الملوك؟ طبعاً في قارة أسيا. السؤال الثالث، الوتد. خيري شلبي. خيري شلبي، تم إنشاء ديوان الجند في عهد أحد الخلفاء الراشدين والتيلي هارون الرشيد. هو طبعاً سوري، أنا ما سمعتش الخلفاء الراشدين يعني. أنا سمعتها حاجة تانية. معلش، هادلك. في أي دولة عربية تقع محمية قبة الحسنة في مصر؟ السؤال التاسع، ما هي العملة الرسمية لدولة كولومبيا؟ بيزو. البيزو. السؤال العاشر، ما لحقتش أقوله. كلان حي أندرو بسمة، بسمة وأندرو. النتيجة اتغيرت، ولكن الفرق زي ما هو، 3 سبعات، ما كانش عندكم نقاط وفي إجابتين صح، بقيتوا 10. فريق فايترز كنتوا 70 يا بسمة وإجابتين صح، بقيتوا 80. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول 2 ميرونا وبسمة، بسمة وميرونا. طبعا يا ميرونا محتاجة الهدف الأول علشان 25 نقطة، وبسمة محتاجة الهدف الأول علشان حسم 3 نقاط. السؤال الأول، فنون. فنان قام بدور يحيى في فيلم حملة فرعون، فمن هو؟ بطولة روبي، محمود عبد المغني، وسوزان نجم الدين. عمرو سعد. عمرو سعد، الهدف الأول. اتأخرت يا ميرونا، اتأخرت. هدف بلا مقابل. أندرو وعبد العزيز، عبد العزيز وأندرو. ما هو بصي بقى يا ميرونا، أسئلة السرعة ما فيهاش حد بيستنى. ما دوست بس ما لا دوستي متأخر، ما هي بتفرق في ثانية. السؤال التاني، أدب. من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف المجموعة القصصية تلك الرائحة؟ 1966. قصص بتجسد تبعات القمع وتأثيره على النفس البشرية. محدش حاول يجاوب. طبعاً صنع الله إبراهيم. هادلك شادية ومهجة. مهجة وشادية. شادية فرصتك الوحيدة هي التعادل. لو مهجة جاوبت صح، المباراة خلصت بسكور وحش. سؤال الثالث، تاريخ. كان اليمين زروال رئيساً لإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ سنة 1994 رئيس في الفترة الانتقالية، وبعد كده تم انتخابه وفضل في منصب الرئاسة من 95 ل99. دولة ايه؟ تونس. تونس، اجابة خاطئة. يا شادية فرصة التعادل، مش تونس. المغرب. المغرب ملكية، مش ممكن تبقى المغرب. خسارة جدا، للأسف الشديد إجابة خاطئة. يعني هي ادت لك هدية بأن هي قالت تونس، قلت خلاص هتتعادلي ما فيهاش فصال. خسارة. تفضل. إسلام وشرف، شرف وإسلام. فرصتك يا شرف الوحيدة هي التعادل، غير كده ألف مبروك لفريق فايترز التأهل لدور الثمانية. السؤال الرابع، معلومات عامة. يقع سجن سيبو كابيتل بإحدى دول جنوب شرق آسيا، فما هي؟ سجن في جزيرة، العقاب ب
بيكون من خلال تدريب المساجين على الرقص. وبعد كده كل يوم سبت في نهاية كل شهر الجمهور بيحضر بدون مقابل مادي ويتفرجوا على البرفورمنس اللي بيقدمه المساجين. هما شايفين ان الرقص بيأهل المساجين وعلاجهم نفسيا. تفتكر دولة ايه؟ تايلاند. تايلاند. فكرت ولكن إجابة خاطئة. محمد شرف، فرصتك الوحيدة. الفلبين. الفلبين. الحمد لله يا رب، إجابة صحيحة. الحمد لله إجابة صحيحة. هدف مقابل هدف. يا ثلاث سبعات، شدوا حيلكم شوية. يعني فايترز كمان بيشجعوكوا، يعني هم كمان عايزينكم تكسبوا، يعني حاجة غريبة يعني. دلوقتي هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ليكوا انتوا الثمانية، يعتمد على السرعة. الهدف الذهبي رياضة. ما هو المنتخب العربي الوحيد الحاصل على بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية رجال حتى عام 2021؟ أول بطولة في 2004. شرف. جمهورية مصر العربية. مصر يا شرف. وفي الجونة، إجابة صحيحة. كسبنا تركيا شوطين مقابل شوط في الثانية الأخيرة يا مفتري. ثلاث سبعات، 35-80 فايترز. طبعاً المباراة اتصعبت جداً على فريق ثلاث سبعات. فريق فايترز قدروا طبعاً يتحركوا جوه المباراة بسهولة. المهمة اتصعبت على ثلاث سبعات. إجابة صحيحة. يعني هو من أول مباراة بصراحة وإحنا في حالة توتر شوية، خصوصاً إن إحنا يعني خدنا كام ريسك كده ما كانوش ضروريين. فقط تحت الضغط كان ممكن يتحقق فيها حاجة أفضل، كنا وسعنا السكور شوية بيننا وبين الفريق تاني. لما بنخرج من الفقرة الأولى ماينس بيبقى صعب جدا نرجع تاني في المباراة، مش سهل. العباقرة عودتنا إن الحلقة ما بتخلصش غير مع آخر سؤال في عجلة الحظ. نروح نشوف الفقرة الأخيرة وإيه اللي هيحصل في ماتش النهاردة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 45 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 67500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 172500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فايترز متقدمين ب 80 نقطة، ثلاث سبعات رجعوا تاني في المباراة ب 25 نقطة من ضربات الجزاء 35. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل فريق. وأول سؤال مصطفى، تفضل يا مصطفى. مصطفى الفجال. وهنشوف مصطفى الفجال وموضوع السؤال إيه. فنون. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. فنون. والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور البروفيسور مهذب السلموني في فيلم الشيطانة التي أحبتني؟ ممثل كوميدي راحل، بطولة محمد صبحي، لبلبة، المنتصر بالله. مين يا ترى؟
يوسف داوود. يوسف داوود إجابة صحيحة. من إخراج سمير سيف 20 نقطة، نتيجة تغيرت 55، 3 سبعات 80. فايترز، فايترز طه الغرباوي. تفضل يا طه. طه الغرباوي والسؤال الثاني. رياضة، سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. رياضة، والسؤال هو: حصلت ناديا كومانيتشي على 9 ميداليات أولمبية في إحدى الرياضات، فما هي؟ 5 ذهب، 3 فضة، وميدالية واحدة برونزية. عبد العزيز إجابتك؟ جمباز. الجمباز إجابة صحيحة. فعلا بإجابة بسمة. إجابتك يا بسمة. ربع عليك. نتيجة اتغيرت 100 فايترز 55، 3 سبعات. السؤال الثالث، مصطفى عبد اللطيف. اتفضل يا مصطفى. وفرصة 3 سبعات الوحيدة هي الإجابة على السؤال ده. رياضة، يا ترى السؤال بـ30 نقطة ولا بـ20 نقطة؟ رياضة، والسؤال هو: من هو الحكم الذي أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2008؟ حكم من بنين. مصر كسبت الكاميرون في النهائي 1-0 بهدف محمد أبو تريكة بعد لقطة سونج زيدان الشهيرة. محمد شرف إجابتك. ما فيش إجابة. محمد شرف للأسف الشديد إجابة خاطئة. موجة. كوفي كوتشا. موجة نيازي، برافو عليكي، ألف مبروك. 30 نقطة وثلاث نقاط المباراة. إجابة صحيحة. كوفي كوتشا هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا موجة. غيرت النتيجة وحسمت اللقاء. 130 فايترز 55، 3 سبعات. هارد لك 3 سبعات، ولكن أنا غير راضي بالمرة على أداء ماتش النهاردة. محتاجين تركزوا أكتر من كده شوية علشان على أقل تطلعوا من البطولة بثلاث نقاط. طبعاً الأمل موجود ولكن بقى ضعيف لأن السكور كمان بعيد، ففي حسبة الإجابات الصحيحة مش هتبقى في صالحكم. عشان كده بنسبة 99% أنتوا ودعتوا البطولة، ولكن يهمني أن أنتوا تودعوا البطولة بسكور كويس. اتفقنا؟ نحيي كلنا 3 سبعات. السؤال الأخير، شيرين كمال. اتفضلي يا شيرين. وهنشوف موضوع السؤال ايه. جوكر، تحبوا تتسألوا فيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ قبل ما أسأل السؤال عايز أروح لندى عبد الفتاح من جمهور برنامج العبقرة. إزيك يا ندى؟ أهلا بحضرتك يا مستر. قولي لي بقى، انبسطتي؟ جدا مبسوطة عشان شفت حضرتك طبعا. مرسي، أشكرك. قولي لي بقى، الاستوديو مختلف؟ أكيد، هو يعني الواحد بيعيش الجو هنا، بس في التلفزيون حاجة تانية خالص، يعني هنا أحسن بكتير طبعا. ندى، قلتيلي ان انت عاملالي شهادة تقدير. ايه حكايتها شهادة التقدير دي؟ هو حكاية ان انا اجي هنا، جت فجأة ان انا خلصت امتحاناتي وبعدت لحضرتك، وانت قلتيلي ان انا اتواصل معاكم، فانا جيت بقى وماما قلت لماما ان انا عايزة اهدي حاجة لمستر عصام يفتكرني بيها، ف
فهي قالت لي انا هعمل لك اهداء لمستر عصام وفعلا عملته لي وحابه اقدمه لحضرتك. جميل جدا. الاهداء ده بيقول ايه بقى؟ تقدري تقريلي؟ اتفضلي. الى استاذي وقدوتي ومثلي الاعلى، الى من اصبح في حضرته للتفوق معنا وللعبقريه كيان، الى من تعجز السطور ان تحمل له معاني الاحترام والتقدير والاعجاب لشخصي الكريم، الى استاذي الفاضل عصام يوسف ابنتك الطالبة ندى عبد الفتاح الجنبي. أشكرك يا ندى. ممكن بقى تيجي هنا عشان أستلم منك الشهادة؟ جميلة جدا. مين بقى كاتب الكلمات الحلوة الكبيرة دي؟ مامتك؟ أولا أنا بشكرك وبشكر مامتك كمان إن أنتوا فكرتوا تدوني الشهادة الجميلة دي. ميرسي يا ندى، أشكرك. اتفضلي. شكرا، حاجة جميلة جدا والله، بتسعدوني، حاجة جميلة جدا. اشكرك يا ندى وبشكر مامتك كمان. السؤال الأخير لفريق فايترز، سؤال ب 30 نقطة وخدتوا الجوكر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 122 في 5 زائد 144 في 3 يساوي كام؟ 122 في 5 زائد 144 في 3. ثانيتين. عبد العزيز عندكم اجابتين. 1042. 1042 اجابة صحيحة. برافو عبد العزيز، 30 نقطة، غيرت النتيجة. 160 فايترز، 55 ثلاث سبعات وثلاث سبعات. هارد لك الماتش اللي جاي، عايزين أداء أفضل علشان نودع البطولة على الأقل بثلاث نقاط. اتفقنا؟ عندنا اثنين أفضل لاعب من فايترز، مو جانيازي وعبد العزيز صبري، كل واحد فيكم جاب 50 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 215 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 322500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 4,125,000 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضية. فريق فايترز، ألف مبروك الثلاث نقاط، وألف مبروك صدارة المجموعة حتى الماتش اللي جاي بين النيل وسفراء. ألف مبروك. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.